ننتقل إلى التبويب التالي. باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. إذن هذا التبويب يحتوي على آداب. الأدب الأول استحباب المصافحة عند اللقاء. فإذا هذه هي النقطة الأولى، استحباب المصافحة عند اللقاء، هذا من السنة. وفي أيام الكورونا لغول لها إيش؟ آية السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك الآن في اعترافات وكذا إنه الفيروس في الجو، صافحت ولا ما صافحت بدك تشمه، واللي شم شم واللي مرض مرض واللي مات مات. وهذا هو الجواب على سؤال اللي الناس اللي سكروا حالهم البيوت ومع ذلك أصيبوا بالكورونا وماتوا، شو السبب؟ إنه الفيروس في الجو، بده يدخل لك من شباك، بده يدخل لك من تحت الباب، بده يدخل لك. ربك اللي بيحميك فقط سبحانه وتعالى. فرحم الله أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. فإذا المصافحة من السنة. احنا ما عندنا مشكلة في قضية غسل الإيدين، فهم يوصون يقول لك اغسل إيديك لو سمحت. بتوصي في مين يا أخي جزاك الله خير؟ ما احنا طول النهار نغسل في ايدينا، احنا في اليوم على الاقل منغسل ايدينا 5 مرات. معقول؟ بس انت بتحكي عن مين؟ عن نازة. ونوصيكم بالاغتسال. اغتسال مين بتوصي يا حبيبي الله يرضى عليك؟ قال الصحة العالمية توصي بالاستحمام. توصي في مين؟ احنا حقا علينا في كل اسبوع. قال وعند الاجتماعات نوصيكم بالاغتسال توصي في مين؟ بس نيجي على صلاة الجمعة. طب انا اكاد اجزم فيما اعلم انه اكثر من 50% ممن يأتي الى صلاة الجمعة يغتسل ويأتي على الاقل. كم من عامي، لا اقول طالب علم، سألته كيف الاغتسال يوم الجمعة؟ قال يا شيخ هذا سؤال، طبعا اغتسلت وجيت وولادنا اغتسلوا. يعني الاغتسال اكثر من 50% من الحاضرين اغتسلوا وقدموا. تغلقوا لنا المساجد؟ كفانا سخرية. استيقظوا ايها المسلمون من هذا. من اول ما ظهر هذا القرار بفضل الله بينا عواره، وان هذا قرار باطل ويخالف الشرع، وان هذه كله لا وزن لهذا الكلام. ونقلنا عن نفس الأطباء أنهم ينكرون هذا الأمر. على كل حال لا نعلم في الأيام القادمة هل تصبح الحيلة علينا مرة أخرى وأصبح إمام المسجد بنفسه يغلق المسجد، ولا يخاف. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها؟ يعني هذا ما مش خايف تغلق المسجد؟ ده أصلي ممنوع، والله أنا ما مش مستعد أظل في الوظيفة هذا، يعني أبيع بقدونس ولا إني إيش أصل لمرحلة أغلق المسجد وأقول للناس لا تيجوا علي. تنو طلع القرار أنا ضحكت عندما خرج قرار إغلاق المساجد، ضحكت أنا، قلت من سيقبل هذا القرار؟ لا سلفي ولا صوفي حتى ولا تبليغي ولا واحد، مش ممكن. ما تصورت إنه في مسلم يقبل يغلق المسجد، مش ممكن. فإذا بالجميع إلا ما نذر يستجيب. لو عاد من الزمان ولم أرى بعيني وقيل لي لا أصدق. أنت مسلم تغلق المسجد صلاة الجمعة؟ تغلق المسجد؟ ما في صلاة يا جماعة؟ على إيش؟ على أوهام؟ وبصارت الحالات والإصابات، 10,000 إصابة فتحنا المساجد.
بس كانت الإصابات 5 حالات أغلقنا المساجد، بس صار 10,000 فتحنا المساجد. مش فاهم، مش مستوعب، لا علميا ولا شرعيا، مش مفهوم، مش فاهم. تضحكون علينا؟ آه نضحك عليكم. حاضر، اضحك زي ما بدك، ما دامك موظفني وانا بخاف على رزقي ومالي وبصر ايش حرد عليك. ولا حول ولا قوة الا بالله يا جماعة. اذا هذا التبويب اثار شيء قديم، نسأل الله الا يعيد تلك الايام، اي احداث تلك الايام. هذا معنى